أهلا بكم إلى نشرة الاقتصاد نقدمها لكم من قناة الجزائر الدولية، وفي أبرز عناوينها تتابعون: توافق أمني صيني لتجنيب انزلاق العالم نحو حرب تجارية، ومخرجات قمة بايدن جين بينغ ترفع أسهم أوروبا إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق. أوبك تتوقع تسجيل فائض نفطي السنة المقبلة، ومن أكبر تظاهرة طاقوية في العالم المنتجون يستهجنون مخرجات قمة المناخ. وفي النشرة أيضاً تتابعون: الجفاف الحاد يعصف بالقطاع الزراعي في المغرب، والشح المائي يخفي أطول أنهار المملكة. أهلا بكم من جديد. في المستهل انتهت القمة الافتراضية بين الرئيسين الأمريكي والصيني على توافق لتفادي انزلاق المنافسة بين أكبر اقتصادين في العالم نحو الصراع والمواجهة. ووصف البيت الأبيض المحادثة التي استمرت 3.5 ساعات بالمفتوحة والصريحة دون تحقيق إنجازات واتخاذ قرارات ملموسة. التفاصيل مع سارة جماس. وما بين الود والعتاب والتحذير، احتفظ الرئيسان الأمريكي والصيني بمساحة من العقلانية في أول لقاء افتراضي بينهما، توافق أبان عنه جو بايدن حينما ظهر من غرفة روزفلت بالبيت الأبيض وإلى جانبه وزير خارجيته، داعياً بكين إلى العمل لضمان ما أسماه الحماية الكافية لتفادي انحراف المنافسة بين أكبر اقتصادين في العالم للصراع والمواجهة. يبدو لي أن مسؤوليتنا كقادة للصين والولايات المتحدة هي ضمان ألا تنحرف المنافسة بين بلدينا إلى صراع، سواء أكان مقصود أو غير مقصود، فقط مجرد منافسة مباشرة. ينبغي أن نعمل على إنشاء بعض حواجز الحماية حتى لا تنحرف المنافسة بين البلدين إلى صراع، ولنكن واضحين وصادقين عندما نختلف ونعمل معا حيث تتقاطع اهتماماتنا. شي جي بينغ الذي ظهر ومن حوله مدير الحزب الشيوعي لم يكن أقل من بايدن في الاستطراء حين استقبله بالصديق القديم، مع الدعوة لعلاقات سلمية مع الولايات المتحدة الأمريكية كضرورة لحماية بيئية دولية مستقرة. يتعين على الصين والولايات المتحدة احترام بعضهما والتعايش في سلام والسعي إلى التعاون المربح للجانبين، مستعدون للعمل مع الرئيس بايدن لبناء توافق واتخاذ خطوة فعالة لدفع العلاقات الصينية الأمريكية إلى الأمام في اتجاه إيجابي. بناء التوافق شعار رفع عاليا في ختام القمة بين زعيمي أكبر اقتصادين في العالم، رغم أجواء التوتر والتباين التي أحاطت بالقمة الافتراضية بشأن الملفات السياسية والحقوقية بين بكين وواشنطن في لقاء انتهى بالود دون قرارات. سجلت جل مؤشرات الأسواق الأوروبية ارتفاعات قياسية اليوم، مدعومة بعلامات على تهدئة التوتر بين الولايات المتحدة والصين. وارتفع المؤشر ستوكس الأوروبي بنحو 600%، مما دعم سلسلة المكاسب القياسية الأخيرة. كما سجلت مؤشرات أسهم قيادية أوروبية مستويات قياسية، منها داكس الألمانية وكاك 40 الفرنسية. عكست أسعار النفط اتجاهها لتعاود منحها التصاعدي في تداولات الثلاثاء، مدعومة بالمخاوف بشأن شح المخزونات. وصعدت عقود خام برنت القياسي العالمي بنسبة 0.7% إلى 82.66 دولارا للبرميل، في حين زادت عقود خام غرب تكساس الوسيط القياسي الأمريكي بنسبة 0.6% إلى 81.42 دولارا للبرميل، غير أن المخاوف من انهيار الطلب بسبب جائحة كوفيد-19 أثرت على الأسعار بعدما باتت أوروبا مرة أخرى مركزا للوباء، ما دفع بعض الحكومات إلى دراسة إعادة فرض الإغلاق العام.
في شأن متصل، توقع الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك محمد باركيندو تسجيل فائض في المعروض النفطي اعتبارا من نهاية ديسمبر المقبل. باركيندو وفي تصريحات أدلى بها على هامش مؤتمر ومعرض أديبك المتواصل في العاصمة الإماراتية، اعتبر عودة السوق لتسجل الفائضة بمثابة إشارة لأخذ الحيطة والحذر، قبل أن يضيف أن مصلحة الكارتل النفطية ضمان لاستمرار التعافي الاقتصادية العالمية. من جهتها، توقعت وكالة الطاقة الدولية الثلاثاء أن يتراجع انتعاش سوق النفط على من أعلى مستوى له في 3 سنوات على وقع زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة الأمريكية. الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا لها في تقريرها الشهري عن النفط ذكرت أن سوق النفط العالمية لا تزال تتحرك في نطاق ضيق، لكن تأجيل صعود الأسعار قد يلوح في الأفق بسبب زيادة إمدادات النفط خاصة تلك القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية. تحول مؤتمر أديبك الاستراتيجي لوزراء الطاقة وصناع القرار في العالم إلى منبر للاستهجان وإبداء غضب المنتجين من مخرجات قمة المناخ الأخيرة، وأجمع المشاركون في الحدث الأكثر تأثيراً في صناعة الطاقة العالمية على ضرورة إبعاد معركة حماية الأرض عن ضغوطات الدول المستهلكة على البلدان المنتجة لضخ مزيد من المعروض النفطية. التقرير في سياق لسمية غانم. في ثنائية الطاقة والدفء من جهة ومعركة حماية الأرض والمناخ من جهة أخرى، تتشكل الجبهات وتصطدم السياسات مثل المصالح. هنا تترسم المواجهة بين منتجي الطاقة ومستهلكيها في حرب غير معلنة كان مضمون البيان الختامي لقمة المناخ شرارتها. سريعاً تلقفت البلدان المنتجة للنفط والغاز مستهجنة لمخرجات قمة غلاسكو ليكون معرض ومؤتمر الصناعة الطاقوية في أبوظبي الإماراتية فرصة أمام كبار المنتجين للرد بصوت واحد، نعم لحماية الأرض، لكن في إطار تحول طاقوي يحفظ المصالح الحيوية للشركات والدول المنتجة. أكبر محفل طاقوي في العالم تحول لمنبر أمام صناع القرار في قطاع النفط والغاز للمرافعة عن مستقبل نشاط استغلال الموارد الأحفورية، بعيداً عن محاولات بعض الدول المستهلكة لابتزاز تحالف أوبك بلس تحت غطاء حماية الأرض والتوجه نحو المصادر الطاقوية الصديقة للبيئة. التغيرات المناخية التحدي الأكبر لمنتجي النفط في العالم لمواصلة استغلال الطاقات الأحفورية دون قيود أو شروط، رسالة مؤتمر أديبك نحو العالم ونحو واشنطن وإدارة جو بايدن. في شأن متصل، أعلنت مجموعة رويال دوتش شيل العملاقة للنفط عن نقل مقرها الرئيسي وهياكلها المركزية من هولندا إلى بريطانيا. وقالت المجموعة البريطانية الهولندية إنها ستتخلى عن نظام الأسهم المزدوجة وإنها تريد تبسيط هيكليتها، الأمر الذي سيؤدي على وجه الخصوص إلى نقل مقر إقامتها الضريبي وهيئاتها الإدارية من هولندا إلى المملكة المتحدة. في شأن طاقوي آخر، يشارك 11 وزيرا للطاقة اليوم ضمن أشغال الدورة 23 للاجتماع الوزاري لمنتدى البلدان المصدرة للغاز، وستنتخب الدول المشاركة الأمين العام الجديد للمنتدى من بين 5 مرشحين بمن فيهم المرشح المقدم من الجزائر، بالإضافة إلى دراسة البنود الأخرى المدرجة في جدول الأعمال، على رأسها التحضير للقمة 6 لرؤساء الدول والحكومات المقرر عقدها في الدوحة العام المقبل. أكد الوزير الأول وزير المالية الجزائرية أيمن بن عبد الرحمن أن هناك مقاربة اقتصادية وتنموية جديدة في الجزائر، معتبرا أن بلاده تعول على قانون الاستثمار الجديد كعنصر أساسي لتجسيد هذه النهضة الاقتصادية.
قانون الاستثمار يعتبر أحد الأدوات الأساسية من أجل إنجاح أي مشروع نهضوي اقتصادي، ونحن قمنا بمراجعة هذا القانون من أجل السماح للمستثمرين بالولوج في كل مجالات الاستثمار الاقتصادية الوطنية، كالسياحة، كالفلاحة، الطاقات المتجددة، كالمناجم، كالفلاحة، يعني كلها مجالات قابلة أن يستغلها كل المستثمرين الراغبين في الولوج السوق الجزائرية. الوزير الأول وزير المالية الجزائري لفت إلى أن الحكومة أسقطت قاعدة الأغلبية الوطنية في الاستثمارات الأجنبية، مشددا على أن النظرة الحالية للمشاريع الاستثمارية تقوم على قاعدة رابح رابح. ما كان يعوق الاستثمار في الجزائر قاعدة 49-51 فقد قمنا بإسقاط هذه القاعدة، وبالتالي فالنظرة والمقاربة المبنية حاليا لمشاريع الاستثمارية هي نظرة رابح رابح من أجل المضي بالاقتصاد الجزائري نحو معالم جديدة مبنية على تعدد طبعا المجالات وتعدد تعدد أوجه الاقتصاد الجزائري الذي كان مبنيا إلى وقت سابق على المحروقات. تشارك الجزائر في الطبعة الثانية من المعرض التجاري الإفريقي البني بمدينة دربان جنوب إفريقيا تحت شعار بناء جسور من أجل منطقة تجارة حرة إفريقية ناجحة. ويسعى البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد منظم التظاهرة الاقتصادية إلى تقريب وجهات النظر بين الفاعلين في المنطقة الإفريقية، كما يسعى البنك لتكثيف الجهود من أجل دعم المنطقة الإفريقية الحرة وتحفيز الفاعلين لتشكيل سوق موحدة لتبادل وتصدير مختلف السلع على المستوى القاري. تفاقمت تداعيات الجفاف الحاد الذي يعصف بالاقتصاد المغربي لتطال مصادر مائية حيوية شمال المملكة بعد أن جفت مياه أطول أنهار البلاد لأول مرة في التاريخ، ظاهرة تهدد القطاع الزراعي أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المغربي بيد عاملة تمثل نحو 10 ملايين نسمة. تقرير في السياق لسمية غانم. يجب محمد ضفاف نهر ملوية أو ما تبقى من آثاره بعد أن جفت مياهه إلى حد بات عاجزاً عن بلوغ مصبه في البحر المتوسط، ظاهرة مأساوية أخفت أطول أنهار المغرب من الوجود لأول مرة في التاريخ، وحرمت مدينة السعيدية السياحية شرق المملكة من أبرز مواردها الطبيعية. قساوة الجفاف هنا قلبت موازين الطبيعة في هذه المنطقة الزراعية بعد أن باتت مياه البحر المالحة تغزو مجرى النهر الآفل على امتداد 15 كيلومترا، ما دفع بالكثير من المزارعين على ضفتيها إلى التخلي عن أراضيهم. في الضفة اليسرى للنهر تبدو الفواكه المنتجة هنا باهتة ومشوهة الشكل بفعل سقيها بالمياه المالحة والملوثة. انخفض معدل التساقطات المطرية في المملكة بأكثر من 84% منذ مطلع السنة الجارية، عاصفة بالزراعة في المغرب المحرك الأساسي للاقتصاد في المملكة ويمثل نحو ربع اليد العاملة فيها. قبل ختام النشرة هذا تذكير بأهم الأنباء. توافق أمريكي صيني لتجنيب انزلاق العالم نحو حرب تجارية، ومخرجات قمة بايدن جين بينغ ترفع أسهم أوروبا إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق. أوبك تتوقع تسجيل فائض نفطي السنة المقبلة، ومن أكبر تظاهرة طاقوية في العالم المنتجون يستهجنون مخرجات قمة المناخ. وفي النشرة تابعتم أيضا الجفاف الحاد يعصف بالقطاع الزراعي في المغرب، والشح المائي يخفي أطول أنهار المملكة. نهاية النشرة، في أمان الله. We'll be right back.